السلام عليكم. تقريبا غرفة العمليات متوقفة الآن بسبب أوضاع الكورونا. ما الكورونا بس، أنا الجراح الوحيد الآن في اللي بيسوي عمليات. طبعا احنا العملية مش جراحة ولا شيء، هي اللي هي العلاج بالخلاجات الكهربائية اللي بنسميها جلسات الكهرباء. الناس عندها صورة خاطئة جدا عن جلسات الكهرباء، وإنها منعذب البني آدم في الكهرباء لكي يتعالج من الاكتئاب ولا من بعض اعراض السكيزوفرينيا او كذا. عاده ما تستخدم هذه جلسات الكهرباء في الحالات التي لا تستجيب للعلاج الدوائي المتعدد، يعني بنجرب اول مره وثاني مره وثالث مره، فاذا لم يستجيب العلاج الدوائي نجرب العلاج بالجلسات الكهربائيه. الجلسات الكهربائيه لها فعاليه شديده، يعني فعاليتها جدا رائعه ومرتبه وسريعه. لماذا لا نستخدمها عادة؟ يعني ليش مش كل مريض إذا نستخدم مع الجلسات الكهربائية؟ لأنها صح فعاليتها سريعة ولكنها لا تدوم طويلا، ولذلك نحن نستخدم هذه الجلسات أيضا في الحالات التي نريد فيها الأثر المستعجل، يعني نريد الآن أثر عاجل ثم نستمر بالدواء. طيب، أنا حبيت أحكي من غرفة العمليات مشان يعني يفهم الامر، لان الامر بسيط، يعني الانسان مش بسيط كثير كثير طبعا، ولكن هو الانسان بيكون تحت التخدير الكامل، ويعني مثلا هاي بنسميها الليدز، بنحط واحد هون وواحد على الراس من الجهه الثانيه، ثم نعطي تيار كهربائي يؤدي الى ايش؟ يؤدي الى حدوث زي كيف احنا بنسميها سيجر، تشنجات او خلجه كهربائيه. فبيتشنج وهو تحت التخدير، يعني هو مخدر لا يشعر بشيء. ثم بعد ذلك هذا كله بياخذ ثواني يعني، ثم دقائق الى ان يستيقظ من التخدير، وبعدين خلاص خلاص. لها طبعا مضاعفات جانبيه، الانسان ممكن يشعر بشيء من التعب في البدايه، نسيان، لها مضاعفات جانبيه او مضاعفات جانبيه تبعت التخدير، ولكن بشكل عام هذه هي عمليه بسيطه وميسره وسهله. هذا ليس معناه انك انت تشوف انك تنبسط على الموضوع وتقول يلا انا بدي عمليه شو اسمه جلسة كهرباء، لا، هذا بالتنسيق مع الطبيب. الطبيب هو من يحدد هل أنت بحاجة لجلسة كهرباء ولا دواء، وهذا تتفق فيه مع الطبيب. لكن أنا أحببت أن أكسر الصورة السلبية والصورة السيئة الموجودة عند الناس بسبب الأفلام وبسبب يعني بسبب الإعلام، إنه إحنا بنعذب المريض. لا لا لا، هذا شيء مختلف. طيب، كيف تشتغل هذه الجلسات؟ يعني ليش لما يصير مع الإنسان تشنجات عن طريق الكهرباء هذه كيف تتحسن الأعراض؟ صراحة للآن كثير من الباحثين وكثير من العلماء يبحثون عن الطريقة، وهناك نظريات مختلفة عن طريقة العلاج، ولكن للآن لسنا متأكدين بالضبط ما هو السبب. سأتكلم عن القصة، ولكن خليني اكمل شغلي وبعدين برجع بكمل. طيب، كنا بنحكي عن الاي سي تي اللي هي الخلاجات الكهربائيه لعلاج الاضطرابات النفسيه، خاصه في عالم اليوم عن الاكتئاب. طيب، فكنت بدي احكي القصه سريعا. فقصه اكتشاف هذا الموضوع يعني نوعا ما فيها نوع من المفاجاه، وذلك انه هو شو اللي صار، انه كان في عالم كانه هنغاري ولا شيء مثل هيك، اسمه برضه غريب، بعرفش احكيه كثير، فون ميدونا او شيء زي هيك. هذا كان يدرس ادمغه البشر باختصار، فلاحظ انه ادمغه البشر اللي المصابين بالتشنجات وبالصرع مختلفه عن البشر الطبيعيين، وكذلك الامر مرضى السكيزوفرينيا، مرضى الذهان. واكتشف انه في علاقه عكسيه في بعض يعني كثافه بعض نوع من الخلايا اللي بنسميها الجلايال سيلز، انه موجوده بمرضى الصرع بشكل اكبر من الطبيعي، وموجوده بالسكيزوفرينيا بشكل اخف من الطبيعي. فافترض افتراضا وقال انه اذا هناك علاقه عكسيه بين التشنجات وبين السكيزوفرينيا وبين الذهان، فلذلك لعلنا اذا قمنا باجراء بانشاء أو صناعة تشنجات، يعني نعمل تشنجات، إحنا اللي عمل للمريض تشنجات، مريض السكيزوفرينيا، ممكن نعالجه. وفعلا كان بدأت طبعا يبدأون بالعادة بالدراسات على الحيوانات وبعدين على البشر. المهم، فبدأوا باستخدام إحنا بنسميها التشنجات التي تصنع كيماويا، وذلك عن طريق مادة الكافور يحطوها بزيت ويحقنوها في المريض فبصير معها تشنجات. طبعا حاولوا، هناك عدة مواد استخدموها، وكانت مواد منها أشياء خطيرة، يعني أحيانا تقتل المرضى في محاولة العلاج. وهذا كان يستخدم، يعني كان في
في بداية الثلاثينات. طبعا كان في له استخدام قديم بالمناسبة، بس أنا بحكي عن الاستخدام الحديث كذا، و34 1934 هيك شيء. بعد ذلك عالمين من إيطاليا برضو أسمائهم يعني عندي مشكلة فيها، بيني وتشيرليتي شيء زي هيك يعني، قالوا إنه إحنا ليش ما نشتغل نعمل التشنجات ولكن ليس بشكل كيميائي ولكن بشكل كهربائي، فبنعطي ساقات كهربائية وعلى أساسها بيصير مع الإنسان تشنج وعلى أساسه بيتحسن. طبعا الملاحظ في كل القصة إنه هو كيف أصلا اكتشفنا، واضح إنه هو افترض افتراض وعلى أساس هذا الافتراض زبطت معه، في حين الافتراض بالمناسبة ليس صحيحا 100%، يعني ليس صحيحا إنه الذهان عكس الصرع، لا ليس هكذا، لكن يعني سبحان الله زبطت معه. وبعد ذلك أصبحوا يعني، وكانوا أول حالة انعطت أعطوها يعني كهرباء لعلاج الحالة الذهنية كانت ب 38 1938. طبعا في البداية كانت جلسات الكهرباء صعبة، يعني كانت بدون تخدير بدون مرخيات عضلات، فكان ممكن يصير مضاعفات جانبية، نعم يعني الإنسان يشعر بصعقة الكهرباء ويتألم منها تألما شديدا، أحيانا بسبب التشنج اللي يحصل ممكن يتحرك حركة مفاجئة، يصير في كسر في العظام، يعض على لسانه، ممكن يعض على لسانه ويصير في جرح باللسان أو تكسر بالأسنان وهكذا. طبعا هذا الشيء قديم، الآن الأمر مختلف، الآن الأمر إحنا بنعمل هاي العملية على تحت التخدير الكامل، ومع بيكون الإنسان ماخذ مرخيات عضلات، فالتشنجات لا يكون ذلك التشنج زي اللي بيكون مع التشنج في حالة الصرع، لا بيكون تشنج خفيف، ولكنه يعني في نعم شيء من آلام العضلات اللي الإنسان بيشعر فيها بعد العملية. أنا أقصد إنه ما يوجد في الأفلام في كثير من الأحيان هو يعبر عن شيء قديم ويهول الموضوع، أنتوا عارفين الأفلام هاي شغلتهم دراما يعني. أنا عندي، أنا جبت لكم جهاز، هذا جهاز قديم، هذا ما بنستخدمه إحنا، ما بنستخدمه، لكن هذا جهاز قديم يعبر عن الأمر، اللي بنستخدمه هذاك اللي في غرفة العمليات شيء مرتب يعني. هذا استنى شوي، هذا عندنا في المستشفى. هيك في عندنا سلك، أول شيء هذه أشياء التحكم، هنا فولتية بشغل ومطفي، بس أشياء ما بفهم فيها، هذا قديم يعني، نحط سيليكون وكانوا يحطوا هذا على رأس المريض على صدغيه يعني على رأسه من هون هون، تمام هون هون، وبيعطوا تيار كهربائي معتدل يعني صغير، وعلى أساسه بصير مع الإنسان تشنج. بسيطة يعني هي العملية، طبعا هذا بقول لكم شيء قديم مش هو المطلوب. طيب متى بنعمل احنا هاي العملية؟ ليش بنعمل الاي سي تي؟ احنا بنعمل الاي سي تي هاي في عدة، هناك عدة بنسميها indications، مش عارف شو اسميها، هناك عدة أسباب قد تجعلنا نستخدم الاي سي تي أو الخلاجات الكهربائية للعلاج. منها حالات الاكتئاب الشديد، الشديد الذي لا يعمل معه الأدوية أو لم تعمل معه الأدوية، فجربنا دواء ودويين ثلاث وما اشتغلت الأدوية، لذلك نحاول معه في جلسات الجلسات الكهربائية، وبالمناسبة يكون هذا بالاقتران مع الدواء، يعني ما نترك الدواء، لا نشتغل بالدواء ولكن مع الجلسات الكهربائية. طب إيش فائدة الجلسات إذا بدنا نمشي في الدواء، أو ما فائدة الدواء إذا بدنا نمشي في الجلسات؟ الجلسات الكهربائية أثرها العلاج سريع، بعض المرضى من أول جلسة يشعر بالفرق، أو ثاني جلسة أو ثالث جلسة هكذا، فلكن أيضا هو ليس أثر ممتد، ولذلك نحتاج الدواء للأثر الممتد أن يبقى على شكل وقاية. من الحالات أيضا التي نستخدم فيها هذه الإي سي تي إنه إذا كان الاكتئاب ممكن ما جربنا معاه لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث أدوية، ولكنه اكتئاب شديد جدا لدرجة أنه أوقف الحياة تماما، يشل الحياة تماما، بعض الناس بصير عنده حالة من عدم الأكل تماما، بيصير في خطر، ممكن يصير ضغطه ينزل، يصير عنده ينزل بدرجة يعني شديدة، يصير عنده فقر في بعض المعادن وكذا، لأنه مش راضي يأكل ولا شيء. أو إنسان إحنا بحاجة إنه الآن نحسن الأعراض، خاصة إذا كان في أعراض ذهانية مع الاكتئاب، بدنا نحسن الأعراض الآن وليس هناك يعني مجال للتأجيل،
فنستخدمه. بالمناسبة أحيانا يستخدم للحوامل حتى، يعني الحوامل اللي بيصير معهم اكتئاب، لأنه بشكل عام آمن هو. شو كمان نستخدمه في حالات احنا بنسميها التخشب أو التصلب، اللي هي الكاتاتونيا. حالة الكاتاتونيا هاي بتأتي أحيانا برضو مع الاكتئاب، وتأتي مع حالة الذهان اللي هي حالة تصلب تماما، يعني الإنسان بيكون متخشب ما بيتحرك أبدا. لها تفصيلها وتشخيصها، بس باختصار إنه ما زال يستخدم هذا الشيء. واللي بيحكي إنه قديم، نعم هو قديم من ناحية إنه اكتشفوه زمان، بس مش زمان كثير، ولكن ما زال يستخدم وله أثره العلاجي وبشكل عام آمن. هل هذا معناه إنه أفضل من غيره؟ لا، لأنه حسب الحالة. في حالات أفضل شيء هو العلاج المعرفي السلوكي، في حالات أفضل شيء إنه نبدأ بالإي سي تي، في حالات بيكون الخيار فيها في النقاش مع الطبيب. ولذلك ما أريد أن نحترمه يا جماعة الخير، أن نحترم العلم والتخصص، أن نحترم إنه أنت ما بصير تفتي بدون علم بدون معلومات. ولكن أنت ممكن الإنسان إذا كان هو المريض من حقه أن يناقش ويجادل الطبيب، ويعني يناقش طبعا النقاش المحترم اللي هو حقه الشخصي، بس مش يناقش بجهل برضه، لأنه بعض الناس للأسف يتجاوز في أنت إلك حقك طبعا إنك بدك كذا أو ما بدك كذا أو لا تريد كذا، ولكن لست طبيبا لتقرر يعني، ولكنك صاحب الشأن لتتعاون في اتخاذ القرار، لأن القرار بالنهاية إليك. طيب، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية للجميع. هذه كانت هيك معلومات سريعة حول هذا الاختراع الجميل، اللي نسأل الله عز وجل إنه يعني لا يحوج أحد له، ولكن بالأخير يعني الناس تحتاجه. طيب، خلصنا اليوم هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا معذرة على الصوت، اليوم معناش المايك يعني. السلام عليكم.